لم تمر الانزلاقات والتجاوزات التي عاشتها كرة القدم الجزائرية في الفترة الأخيرة والأحداث التي عرفتها أشغال الجمعية العامة الاستثنائية للرابطة المحترفة مرور الكرام على رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زوتشي الذي خرج عن صمته ودعا مسؤولي الرابطة واللجنة المنظمة لكأس الجزائر للاجتماع به وبأعضاء مكتبه الفيدرالي. اجتماع لن يكون عاديا هذه المرة وسيكون مشحونا بسبب الأحداث الأخيرة، فكرة القدم الجزائرية أصبحت على فوهة بركان والوضع أصبح قريب من الانفجار، كلها مسائل يدركها خير الدين زوتشي وأعضاء مكتبه الفيدرالي. وهذا الاجتماع سيكون لوضع النقاط على الحروف، خاصة لما عرفته الجولات الأخيرة من الرابطة المحترفة وتأجيل للمباراة بالجملة، وكذا أحداث كأس الجزائر وفرض رؤساء الأندية لمنطقهم والجدل الكبير الذي أحدثته بعد اضطرار اللجنة المنظمة لكأس الجمهورية إلى تأجيل النهائي حتى نهاية شهر رمضان الكريم. لكن الأمر الذي يبدو أنه أخرج خير الدين زوتشي عن صمته هو التصريحات الغير مسؤولة والاتهامات المتبادلة بين رؤساء الأندية والتهجم في كل مرة على أعضاء المكتب الفيدرالي ومحاولة التقليل من قيمة الفريق وتشويه صورته أمام الرأي العام والسلطات العمومية. فهل سينجح خير الدين زوتشي رئيس الفاف في كبح جماح هذه السلوكات والخروقات، أم أن الاجتماع القادم سيكون من أجل الاجتماع فقط؟